بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في اللقاء اليومي اللي جمعنا وياكم عبر شاشة تلفزيون قطر في برنامج فيضها على مدى ساعة ونص. نتمنى أن حلقة اليوم بالفعل تنال على رضاكم وتكون حلقة ناجحة وتكون حلقة تفيدكم بمواضيعها المتنوعة. دائما نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي نعيشها في دولة قطر. وقبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم راح نطلع وياكم ونشوف مشاهد من بلادنا الحبيبة، نرجع لكم إن شاء الله بعد هذه المشاهد. ساكنة فين وفي تشدو حتى غلى وقلبي وعيني اللي فيني شي أكبر من الغلا نفسه والغلط قلبي غرامج يا عناويني. ساكنة في تغلاتك ساكنة فيني وفي تشدو حتى غلى وقلبي وعيني اللي فيني شي أكبر من الغلا نفسه والغلط قلبي غرامج يا عناويني. كيف أعبر عن غلاطك يا قطر؟ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى فقرتنا اليومية في أبرز عناوين صحفنا المحلية ودراساتنا العالمية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأولى العناوين من جريدة الشرق. العنوان يقول: الإعلان عن قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي للعام الحالي. أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي للعام الحالي، والتي تضمنت 39 دولة على مستوى العالم و829 جامعة وكلية، بينهم ست جامعات فقط في ست دول عربية، بينما استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على الكم الأكبر من الكليات والجامعات حيث بلغت 360 جامعة وكلية، بينما جاءت في المرتبة الثانية المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية
الدولية الأخرى. عسى الله يوفق كل طلابنا سواء اللي يدرسون عندنا في الدولة وأيضا اللي يقصدون الابتعاث الخارجي. دائما هذه السنوات قد تكون سنوات بسيطة فيها من التعب فيها من الجد والاجتهاد، ولكن في النهاية مصلحة الوطن مصلحة النهضة العمرانية اللي احنا نشهدها عندنا في دولة قطر في جميع المجالات تقتضي ان احنا نتعب شوي ولكن عشان نحصل نتيجة كبيرة. ثاني الأخبار راح تكون من الراية، افتتاح تقاطعات صغوة ومصلال والحويلة نهاية شهر أكتوبر. كشف مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز أكثر من 80% من مشروع تطوير طريق الشمال المتوقع الانتهاء بالكامل منه وفتحه للحركة المرورية بداية العام المقبل. وقال المصدر لجريدة الراية أن الهيئة تواصل تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير وتحسين طريق الشمال بإنشاء طرق وتقاطعات ذات عدة مستويات لتوفير سيولة مرورية بامتداد طريق الشمال والمناطق الموازية للطريق، حيث يأتي هذا المشروع ضمن برنامج أشغال لإنشاء عدد من الطرق السريعة. عسى الله يعطيهم العافية هيئة الأشغال العامة أشغال وكل من يعمل من أجل تطوير الطرق وتيسير عملية سير الطرق في المركبات وإنجاز المشاريع كلها بالصورة المطلوبة، وحتى مش في الصورة المطلوبة شفنا مشاريع قاعد تنجز قبل الوقت المحدد، وهذا بالفعل شيء لازم نشيد فيه. ثالث الأخبار من جريدة العرب، راف تطلق الحملة الثالثة نور اكتمل للتعريف بالحجاب. أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف أعلنت عن حملتها القيمية الثالثة للتعريف بالحجاب تحت شعار نور اكتمل، والتي تستهدف هذا العام الفتيات من سن 9 إلى 13. وستشارك في الحملة هذا العام 300 فتاة، وسيفتح باب التسجيل في الحملة على الموقع الإلكتروني لراف وفي مقار ثابتة بالإدارة النسائية بدحيل ومؤسسة كتارا وفلاجي وغلف مول في الفترة من 8 حتى 21 أكتوبر. وتختتم الفعاليات بحفل تكريم ختامي لكل الفتيات المشاركات في نوفمبر القادم. إذن هذه قيم جميلة، هذه رسائل سامية من قبل راف وجميع المؤسسات الخيرية وبعض المراكز التابعة لجهات مختلفة في الدولة لتعرف بقيمة الحجاب وهذه القيم الأخرى. عسى الله يعطيهم الصحة والعافية ويكتب أجورهم على هذا العمل الإنساني. آخر عناوين المحلية من جريدة الوطن، دمج قنوات الاتصال بكهرباء. نجح مركز الاتصال الموحد بكهرباء 991 في تحقيق نقلة نوعية في خدمات المشتركين بتقديم خدمات عالية الجودة وعلى مدار الساعة. يأتي هذا المركز في إطار حرص كهرباء على تحقيق أهدافها المتمثل في التميز في خدمة العملاء، حيث يعتبر مركز الاتصال حلقة الوصل بين المشترك والمؤسسة للرد على جميع استفسارات وشكاوى وطلبات العملاء على مدار الساعة، والتعامل معها وفق معايير الجودة المتكاملة لتحقيق رضا المشتركين. ويعتبر مركز الاتصال الموحد أحد المراكز المتميزة في كهرباء، فقد تم تطويره من مراكز استقبال الشكاوى والانقطاعات إلى مراكز اتصال لجميع الخدمات المقدمة للمشتركين على مدار الساعة، وتم توحيد البرامج المستخدمة في خدمة المشتركين لضمان سرعة إنجاز المعاملات والشكاوى المقدمة من العملاء، بالإضافة إلى إتاحة طرق تواصل جديدة للمشتركين مثل تطبيق الهاتف والبريد الإلكتروني وموقع كهرباء الإلكتروني. الله يعطيهم الصحة والعافية كهرباء وكل من يعمل من أجل تيسير عملية التواصل مع المشاركين والمستفيدين من الخدمات، لأن هذه من أهم النقاط سواء الاقتراحات الشكاوى الأمور الطارئة هذه تحتاج إلى خط ساخن على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع لسماع شكاوى واقتراحات وأيضا طلبات المستفيدين، فهذه كلهم يعملون من أجل مصلحة الوطن والمواطن والمقيم أيضا على هذه الأرض الطيبة. انتهينا من دولتنا في أخبارنا المحلية وراح نبدأ أول خبر من أخبارنا المنوعة تقول أحدث طرق للتربية العقاب بالتأمل. اتجهت مدرسة أمريكية إلى استبدال العقوبات التقليدية للتلاميذ غير الملتزمين والمشاغبين والكسالى بحصص في التأمل. الفكرة تقوم على أنه بدلا من أن نجعل الأطفال يتعلمون من خلال الألم فهم يختبرون أنفسهم من جديد بالنظر إلى داخلهم ومحيطهم بحيث تتغير رؤيتهم للعالم من حولهم ولذواتهم. وأكدت إدارة المدرسة الواقع بمدينة بالتيمور في ولاية ميرملاد الأمريكية أن النتائج كانت مذهلة بطريقة لا يمكن تصورها، وأن التلاميذ يعودون أكثر نشاطاً وحيوية وقدرة على الاستيعاب بحيث يصبحون أكثر هدوءاً، وقد جاءت هذه النتائج بعد عامين من التجربة. إذن هذه نقدر نقول طريقة جديدة في عقاب التلاميذ، ما نبي نسميه عقاب ولكن الجزاء اللي حصلت
التلميذ من خلال مشاغبته في الحصص وأيضا الكسل اللي ممكن يترتب عليه بعض الأمور، الابتعاد كل البعد عن العقاب التقليدي بالضرب وهذه الأمور، لأنه ما صار ينفع هذه الأيام خصوصا مع التطور اللي احنا نشهده. فاللجوء إلى حصص تأمل، اللجوء إلى أفكار إبداعية أخرى قد تساعد التلاميذ بالفعل إلى التخلص من العادات السيئة وتركيزهم أكثر على الدراسة. ثاني أخبارنا العالمية تقول خدمة جديدة مخصصة للشركات. راح نشوف هذه الخدمة من وين. أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك اعتزامه على إطلاق نسخة مخصصة للشركات من خدمة فيسبوك أت وورك في العاصمة البريطانية لندن يوم 10 أكتوبر. وفقاً لشركة فيسبوك، فإن حساب فيسبوك أت وورك سيتيح للمستخدمين التواصل مع زملائهم في العمل والعمل بنفس الطرق على غرار فيسبوك نفسه. طبعا كانت فيسبوك أطلقت خدمتها للشركات فيسبوك أت وورك في يناير من العام الماضي كنسخة تجريبية. طبعا فيسبوك والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي تحاول أن تصل إلى العاملين في مجالات العمل من خلال أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي ما تكون فقط لنشر بعض الحالات ونشر بعض الأخبار والصور والفيديوهات، بل حتى تساعد العاملين في عملهم. فهذه استخدام إيجابي نقدر نقول بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. وآخر عناوين العالمية راح تكون اليوم من صحيفة الديلي ميل، فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بممارسة دب باندا للتمارين الرياضية. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة قيام دب باندا بممارسة التمارين الرياضية في إحدى حدائق الحيوان الصينية. وتجمع عدد من السياح حول الدب باندا أثناء ممارسته للتمارين الرياضية بمهارة، حيث قام أحد السياح بتصوير الدب بكاميرا جواله ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، طبعا كان هذا الفيديو منشور على هذه الصحيفة أيضا مشاهدينا الكرام، هذا شيء نقدر نقول غريب، دب باندا يمارس التمارين الرياضية. سبحان الله، يعني هذه الحيوانات حتى إن كانت لا تفهم ولكن تقلد ما يدور حولها. إذن هذه من الأشياء الغريبة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا نكون مشاهدينا الكرام انتهينا من جولتنا اليومية في صحفنا المحلية وأيضا دراساتنا العالمية. راح نروح لفقرتنا الأولى اللي تكلم عن مسابقة الحبال بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل في أولى فقرات حلقة اليوم من برنامج في الضحى. راح نتكلم فيها عن مسابقة تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، مسابقة الحبال في 10 أكتوبر الجاري التي تقام طبعا المرة الثانية على التوالي، تهدف إلى إحياء تراث الأجداد في ممارسة هواية الصيد ولتوارث الأجيال جيل ورا جيل في إطار اهتمام طبعا المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة في إحياء هذا الموروث. وراح حدثنا أكثر عن هذه المسابقة سيد علي يوسف الكواري رئيس لجنة مسابقة الحبال للموسم الثاني. صباحك الله بالخير. مرحبا. سعداء بتواجدك مرة أخرى في برنامج في الضحى. الله يحييك ويا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بالإخوان. وبالنسبة لمسابقة الحبال، هي من الموروث القديم اللي كان سبحان الله كان بيندثر، يعني لولا المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة اللي تبنى الأفكار القديمة كنوع من التراث القديم ومجموعة من الأشياء اللي عندنا في الحي الثقافي، هي تحافظ على الموروث القديم ترسخه للأجيال الجاية إن شاء الله. هذا شيء جميل. نعم. سيد علي، لكن ممكن المشاهد الكريم يتوارد في ذهنه السؤال، الحبال، مسابقة الحبال، من وين هي الاسم؟ هذا الاسم الله يسلمك، احنا اول ما وعينا على الدنيا يعني مثلا تقول في الستينات في الخمسينات اسم الحبال، احنا كنا صغار
يعني حبال، شنو نوع التحبل حق الشيء، او تبي تصيد الشيء نوع من الحبل او شيء، فاسم الحبال يعني التحبل حق الشيء تبي تصيده. فناخذ الاسم هذه ومن جيل لجيل فعاصرنا الحبال والصيد، فله يعني فوائد كثيره من ناحيه الصحه، العقل، روح الفريق، فينشأ الطفل على منشأ صح. يعني بيكون الطفل يعتمد على نفسه، يتعلم من المجموعة اللي معاه، في وايد أشياء، وتعرف على البيئة القطرية نفسها. جميل، إذن موروث التوارث الأجيال جيل ورا جيل. نعم. وهذا شيء جميل، ونشهد للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة في إحياء بعض المواريث الشعبية، وهذا شيء وجهد يشكرون عليه. ولكن احنا تكلمنا أن هذه النسخة الثانية على التوالي. نعم. في نسخة سابقة العام الماضي، فشنو الجديد راح يكون في هذه النسخة ما كان موجود في النسخة السابقة؟ دائم من ناحية الفكرة اللي تكون ناجحة لازم تأسس لها عدة أسس عشان تنجح الفكرة، وتطور من فكرة إلى أخرى على حسب تقبل الجمهور أو المشاهد. الفكرة هذه ايش تعني، شنو السيفتي حق الأطفال، من اللي بيكون معاه، بيكون حكام. الفكرة العام حطيناهم يعني في محمية حصاد، من بحيث أن نعمل كنترول على الأطفال ومعاهم ومعهم حكام يباشر الطفل شلون يعلمه. السنة هذه لا شوي نعطيهم اعتماد على النفس أكثر، لأنه طلع عندنا ما شاء الله كذا فريق يعني شفناهم محترفين جدا يعني إن شاء الله. أي الحمد لله، شباب صغار من 10 سنوات إلى تقريبا 15 سنة. فكان العام نسخة الأولى رحنا مزرعة حصاد، تواجدوا خلال الساعة 3 بعد الصلاة، انطلقوا في المجموعات، كل مجموعة تأخذ فخين معاهم وعندهم العتل أو الطعم اللي يصيدون فيه. فبلشنا شو اسمها في وقت معين، فالحمد لله اللي صاد هي، وكان على يومين مثلا الجمعة والسبت يكون عطلة عند الطفل ناخذهم، وبلشنا هذه العام. السنة هذه إن شاء الله في أشياء أحسن بعد أفضل، لأن تدري هذه طيور مهاجرة، شلون نحدد مواقيت وصولها في الموقع اللي نبيه. يعني مو بتقول مثلا احنا نجيبه ونهده ونرد نصيده، لا، هذه نصيده ونعلم الاطفال ونهدها بعدين بعد نهايه المسابقه، نطلق الطيور مره ثانيه للتاجر وترجع موطنها الاصلي. جميل، اذا يعني استفاده بشتى المجالات بالنسبه لهذه. نعم. المسابقه، والاجمل ان ما راح التعارض مثل ما ذكرت وتفضلت مع دوامات الاطفال. نعم. بالنسبه للمدارس، وهذا شيء ايضا يحسب لكم. ولكن لو نتعرف عن ابرز شروط التسجيل في هذه المسابقه. اول شروط طبعا يكون عمره من 10 إلى 15 سنة، ويكون معه شهادة الميلاد موثقة فيها التاريخ وفيها صورة شخصية للطفل، ويكون ولي أمره يعبي فورمه أنه يكون مسؤول إحضار الطفل في الموعد المحدد اللي نحدده حق انطلاق المسابقة، وأن يكون قطري الجنسية في البداية إن شاء الله. في المستقبل ان شاء الله في النسخ الثانيه لما الجيل عندنا يتعرف وياخذ مستوى ليفل معين احنا نبيه، ان شاء الله في المستقبل ندخل دول مجلس التعاون عشان يكون روح التنافس تكون قويه. حلو. اي ف يكون قطري، يكون العمر مثل ما ذكرنا من 10 إلى 15، من العمر من 10 الى 15 سنه تقريبا. هذه الشروط الشروط الرئيسية. حلو، أنت تكلمت أن الفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، إيش معنى اخترتوا هالفئة العمرية؟ هذا الله يسلمك، اخترت الفئة العمرية هذه. الطفل في الفترة هذه في نشاط، في حركة، بدل ما يكون قاعد الجيل الجديد يكون مثلا مع أجهزة أو قاعد إلكترونية ونظر عنده يكون ضعيف ونظارة وذي، من يطلع من الطبيعة برا بيكون يتعرف على النظر، أبعد الطيور اللي حواليه، روح الفريق، ربعه، يجتمع شنو الفخ، شنو مكوناته، يشغل مخه مو بنظر بس، مخه وذهن وحركة. ولما يصيد الفخ يروح يركض الطفل في انطلاق، وفي رياضة، في رياضة له، وفي هواء وفي أكسجين ونفس، ويودي أكل معاه، فيكسر الروتين جدا. الطفل بيكون سبحان الله يعني احنا عصرنا الشيء هذه واخترنا العمر بالذات هذه اللي هو فيه اول بدايه حركه الطفل اللي يسمونها يعني اول بدايه المراهقه، اللي هي يعني في نشاط في طاقه، اذا ما تعطي المجال هذه بيكون مكبوت. صحيح. الطفل لازم تخليه ينطلق في البيئه يتعرف، لانه بيكون هذه تاسيس حق المقناص. الطفل بيتاسس في الحبال وبعدها بيحول، بيقول انا بالمقناص ابي حباره، هاي البدايات. صحيح. لكن الاول عصرنا حبال، بعدين تطورت الى المقناص وهذه.
أهم شيء. نعم. جميل. لو نتحدث ونرجع لموضوع المسابقة، شن هي الألعاب أو المسابقات اللي موجودة داخل هذه المسابقة؟ يا ريت لو توضحها للسادة المشاهدين. المسابقة هذه أول بدايات، يعني بنكون نحضر الموقع وش اسمه يتغدون، طبعا بيكون بعد صلاة الجمعة يتغدى الطفل يرتاح، نعلمهم نعرفهم على الطير المستهدف اللي بنصيده، اللي هو أول شيء المدقي والفقاقة والسمنة. حلو. هذه الطيور الرئيسية. ومثل ما قلنا الصائدة نحطها في قفص، يجمع الحكم عدد الطيور، أكثر عدد هو ياخذ المركز الأول. حلو. والمركز الثاني، فضعفنا الجوائز، العام كانت مبلغ معين، السنة ضعف. جميل. تحفيز لهم، وبيكون وهدايا تذكارية للجميع، يعني للجميع كل فايز. تقريبا كم عدد المشاركين راح يكون في النسخة الثانية؟ والله احنا عندنا الويب سايت الخاص بالتسجيل، بلش فترة معينة سجلوا فيه، ومعطينهم بعد فرصة. حلو. اللي بيجي الله يحييه نسجل يعني عدد معين، لين 65 64 مشارك بنوقف التسجيل. والى الان التسجيل مفتوح؟ في التسجيل لحد الان، يعني تاركين لهم مجال اللي يعبي فورما، وهذه لين وصل عدد معين نخلي البقيه احتياط. ومن خلال الموقع الالكتروني للمؤسسه العامه للحياه. نعم، في الموقع الالكتروني، وفيه زياره المبنى 15 وتقديم تعبئه الفورما. جميل. هناك، وان شاء الله نكون نتواصل، وفيها محاضره ان شاء الله في تاريخ 7/10 يوم الجمعه، يوم الجمعه الساعه 5، وبكون دعوه للجمهور جميع. جميل. دعوه عامه، وفيها تعريف للمسابقه وشروطها وتوضيح وشرح عن الطيور المستهدفه نفسها. فهذه طيور مهاجره مثل ما قلنا نصيدها، عدد مجرد هي الاشياء الرئيسيه اللي نبيها، ان الطفل المرتبة الأولى عندنا الطفل، شلون نخليه يتعرف على البيئة ويكون صحي أكثر. أيوة. هذه المرتبة الأولى، بالإضافة إلى الموروث هذا، إن كيف أن نحافظ عليه ونعلمه لأطفالنا. وطبعا هذه دعوة أيضا وجهها للسادة المشاهدين، أن التسجيل ما زال مستمر عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحي الثقافي. نعم. كتارة بهذه المسابقة. نرجع ونتكلم عن موضوع لجنة التحكيم أو طرق اختيار الفائزين. على أي أساس تم اعتماد اختيار لجنة التحكيم في هذه المسابقة؟ نعم. بالنسبة للحكام في عندهم شروط يتقيدون فيها، والشروط الرئيسية أن يكون الفخ التقليدي القديم الأصلي هو اللي يصيدون فيه، ويكون معهم الحكم يشرف عليهم، يشوفهم شلون يحبلون وتنظيم. طبعا ما يفضل ما عدم استحاب الجوالات، الموبايل، التصوير. أكيد. وهذه لأنه هو بيخرب عليه. صح. لما يجيب الجوال بيصور وذي مو بصايد. صحيح. وإحنا أساسا تهدف هذه المسابقة بشكل أو بآخر لإبعاد العالم الافتراضي عن الأطفال. صحيح. والاعتماد على هذه الحياة، حياة أبائنا وأجدادنا في إيصال المواريث. فالأجهزة. نعم. الإلكترونية وهذه الأمور يفضل أن تكون بعيدة نوعا ما عن الأطفال في هذه الفترة. إن شاء الله. يعني هذا الطفل الصغير هذا قلنا لك إحنا بيدخل مرحلة حبال، بعدين مرحلة مقناص، بعدين مرحلة يقول المقناص والقلايل. يعني شوف المراحل هذه في العمر كلها بتكون في ذهنه، وبيتطور من مرحلة إلى مرحلة، يدخل البر خلاص، تعرف على البر وعلى الشير وعلى الطيور المهاجرة، ومسكة بيده وصاد وتحرك عشان ما يخاف الطفل، يتعرف على كل كائن حي في البر. وبيكون الحكام معاهم عندهم عليهم شروط، أن في المنطقة هذه شوف الطفل ذي، لا تخليه يركض في مثلا حصى أو مناطق وعرة، لا بنحطهم في سهول، مناطق مختارة، نحدد كل طفل أو كل جروب من 4 أشخاص وحكم، كل 4 أطفال معهم حكم يشرف عليهم في الموقع نفسه، والموقع الثاني بعد حكم. يعني الانطلاقة الأولى الجمعة اللي هي 4 فرق، والانطلاقة السبت 4 فرق، والتاريخ تقريبا 21 و22 هذه فرق معينة، و28 و29 بعد فرق معينة. يعني العام، لا العام كان على يومين بس، على يومين بس، السنة هذه لا على أسبوعين، على يعني 4 أيام. جميل. ذكرت. نعم. البداية أن هذا الموروث كان مهدد بالانقراض. نعم. صحيح. بشكل أو بآخر. إلى أي مدى تساهم مثل هذه الفعاليات، مثل هذه المسابقات بالنسبة لجيل المستقبل في الحفاظ على هذا الموروث؟ لا إن شاء الله، هذه المؤسسة العامة الحي الثقافي حريصة جدا على الكنز هذه اللي احنا نجمعه ونسلمه للأجيال الثانية، على أساس الطفل القطري لما يكون يتحاور مع شخص يعني في نوع ثقافة من الثقافات عنده، أجنبي أو عربي أو ذي، يشرح له شلون تأسس، شلون البيئة مالته، يعني يقدر يتحاور، يعطيها أساس، يعطي الأسس التراثية. فكتارة الحمد لله يعني عندنا رصيد أو مخزون
من المسابقات أو الفعاليات أو مثلا تقول الصور، جميع الأشياء اللي تخص التراث القطري أو ما شابه الخليجي كله مخزون عندنا، قاعد نخلي للأجيال يكون كرصيد. الله يعطيكم الصحة والعافية، هذه الجهود بالفعل تشكرون عليها. لو نتكلم عن التطور التاريخي بالنسبة لهذا النوع من الصيد الحبال، شلون بدأ وشلون تطور مع الوقت؟ شلون كان مهدد بالانقراض وشلون الحين أنتم قاعد تساهمون في تطوير هذا الجيل والعودة بهذا الموروث نقدر نقول؟ بالنسبة مثل ما ذكرت الحبال، احنا تعلمنا واحنا صغار نشوف بالنظر، يعني في الفرجان، يعني كنا مرحلة تقول في الستينات أو السبعينات، هاي بداياتنا، نطلع في الفرجان الأول فريج تلقى ما في يعني الأول إلا كلها القطار، مجموعة بسيطة، ها شوف واحد أكبر منك عنده حبا، عنده شيء تعرف، ها شو تسوي؟ قال لك حبل، بتي معاي تعال، تي تحبل، ما يخليك تحبل أول بداية، تي تحد الطير، بس تحد كمساعد له، لين تتعلم من المحترف الشخص هذا اللي يصيد اللي حبل، تعلم منه، فأنت بعدين تكبر وتوصل لنفس عمره تبتدي تحد، يعني مثلا واحد يحد وواحد يحبل الفخ وواحد يدفن الفخ، لما يكون الطير خذ الاعتلة والطعم ضربه يفرط الفخ، إذا ما صاده خلاص الطير هذه عيار، يعني يجي ويخاف خلاص عرف، إحنا ندفن الفخ له، ندفن بالرمل نخلي مجرد الطعم يعني مبين، يجيك الطير ويصيده، تحس أن أنت تغلبت على الطير، يعني احترفت احتراف. فإحنا نعد الفخ الأول، نعد إحنا نسويه، نحطه من الحقة، من طارة، من مد، كله شغلنا، ما نأخذ جاهز، لازم تعد فخك وتعد قوة الفخ عشان صيد الطير ما يذبحه، صيده وتأخذ حي تستانس فيه. وبعدين بعضهم الأول كان غرضهم، الغرض الأساسي كان الأكل الأول، لكن الحين الحمد لله الناس بنعمة وخير، الله يدوم علينا إن شاء الله. فمجرد بس إحنا قلنا الأساسيات، نبي الطفل قوي وعندها تاريخ يحتفظ فيه ويحبه ويحافظ على هذا الموروث يبقي حي. سيد علي الكواري، ألف شكر لك على تواجدك معنا في استديو برنامج في الضحى، أتمنى لك دائما التوفيق في إحياء التراث والحفاظ عليه من الاندثار. ألف شكر لك على هذه الجهود، أتمنى لكم التوفيق في هذه المسابقة. الله يحييك، تسلم. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الحديث عن مسابقة الحبال اللي راح تكون في 10 من شهر أكتوبر في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتالا، راح ننتقل من استديو برنامج في الضحى لمشروع اللولا إلى زميلنا عمر الجميلي المتواجد حاليا في وزارة الثقافة والرياضة. نقول لك صباح الخير زميلنا عمر الجميلي. صباح النور والسرور، نصبح عليك أخوي سلمان وعلى مشاهدينا الكرام جميعا. متواجدين في برج وزارة الثقافة والرياضة وتحديدا في قاعة بيت الحكمة، وخاصة لمؤتمر اختيار دولة قطر رئيسا للاتحاد العربي للعمل التطوعي. طبعا نبارك لدولة قطر هذا الإنجاز، ومعنا وراح نعرف تفاصيل أكثر مع الأستاذ يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي. صباحك الله بالخير أستاذ يوسف. يا أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بمشاهدي تلفزيون قطر. طبعا أستاذ يوسف، أول شيء مبارك لكم هذا الإنجاز، ولو تحدثنا أكثر عن الاتحاد العربي للعمل التطوعي، تاريخه وتأسيسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن الاتحاد العربي للعمل التطوعي اتحاد يعني معروف، وهو إنشأ في سنة 2003 بمبادرة قطرية، وهذا الاتحاد يعني تم إنشاءه وتجمع الدول العربية في قطر في 3 ديسمبر 2003، وهذه الفكرة كانت فكرة قطرية 100%، وكان آنذاك انضموا لهذا الاتحاد 16 دولة عربية، وتم هذا الاتحاد فترة طويلة مقرة في قطر. والآن ولله الحمد كانت الانتخابات الأخيرة اللي صارت في مصر لاختيار رئاسة الاتحاد ومقر الأمانة العامة، كان انتخاب بالإجماع أن تكون قطر هي تترأس هذا الاتحاد، والأمانة العامة كذلك تكون في قطر، وإحنا نعتبر هذا تكليف أكثر ما هو تشريف، ويعني لدينا مسؤوليات كثيرة وطموحات كذلك كثيرة لنشر ثقافة العمل التطوعي على مستوى العالم العربي والدولي إن شاء الله. إن شاء الله أنتم قدها، وإحنا كلنا قدها بإذن الله تعالى لحمل هذه يعني الأمانة، سواء كان مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي أو رئاسة الاتحاد، وأنتم إن شاء الله قدها أستاذ يوسف. خطتكم لرئاسة الاتحاد في الفترة القادمة؟
حقيقة ولله الحمد احنا الآن بدأنا العمل بشكل كبير، خاصة احنا في عندنا اتفاقية موقعة مع برنامج الأمم المتحدة، وهذه الاتفاقية في من ضمن بنودها ان نعمل نشاط سنوي لطلبة الجامعات على مستوى دولي. ولله الحمد احنا عملنا من سنتين المؤتمر العربي للعمل التطوعي لشباب الجامعات، والسنة هذه 2016 كان في شهر 4 كان المؤتمر الأول الدولي للجامعات عملناه في قطر، وكان حقيقة بحضور الأمم المتحدة، وكان عندهم نوع من الإعجاب بما قدمناه بشكل كبير. سنة 2017 إن شاء الله حيكون عندنا المؤتمر أو الملتقى الثاني الدولي للجامعات في قطر، وهذا السنة القادمة حيكون بشكل أكبر، خاصة أنه الآن لدينا يعني نوع من النظرة المستقبلية أن إدماج هؤلاء المتطوعين من جامعات دول العالم مع ملف 2022 لبطولة العالم لكرة القدم. الآن طبعا احنا يعني بصدد يعني هذا بكل خبر احنا أول مرة نعلن به ونتكلم به أمام الجمهور. أنا أقول لهم إن شاء الله احنا يعني لدينا رؤية واضحة وثاقبة، في نفس الوقت لدينا كذلك الآن خطة. هذه الخطة الآن احنا بدأنا الاتصالات مع زملائنا الجمعيات الخيرية، واحنا حقيقة وقعنا اتفاقية مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، ولدينا فكرة أن يكون لدينا بنك طعام في قطر مستقل، والجمعيات الخيرية هي من تدير هذا البنك، يعني احنا مجرد إشراف، وهذا البنك الطعام يعني بيخدم خدمة كبيرة لسواء في الداخل أو خارج قطر، خاصة أن احنا ولله الحمد جمعيات الخيرية لها بصمة كبيرة واضحة على مستوى العالم وليس على المستوى العربي. صحيح، الله يعطيكم العافية على هذه الرؤية. أستاذ يوسف، اختصاصات الاتحاد العربي للعمل التطوعي لو تحدثنا عنها. حقيقة الاتحاد العربي له اختصاصات كثيرة وأنشطة كذلك متنوعة، يعني من ضمنها هناك معسكرات للعمل التطوعي للشباب تعمل كل سنة في دولة، لدينا نشاط سنوي نقيم اللي هو باسم نشر ثقافة العمل التطوعي، ومن خلال هذه الرسالة نختار موضوع للمناسبة نفسها، ولله الحمد الآن 7 سنوات وحنقيم هذا النشاط. لدينا الملتقى السنوي في مصر، وهذا الملتقى السنوي كان عندنا 11 اللي كان السنة هذه واللي كان في انتخابات الجمعية العمومية. هذا اللقاء السنوي نحاول أن نعرض أنشطة الجمعيات العربية ما قامت به خلال عام منصرم، والتعرف على السلبيات والإيجابيات والخروج بتوصيات لمعالجة أو يعني تصحيح مسار أي نشاط أو فعالية، يعني مثلا نشاط في المغرب العربي يختلف، المشرق العربي يختلف عن الخليج العربي، فنحاول أن نوحد هذه الجهود بشكل أكبر. لدينا كذلك نشاط سنوي نقيمة للمتطوع الصغير، يعني كذلك حتى اهتمامنا بالنشأ الموجود، ولدينا حقيقة حتى في موضوع المتطوع الصغير لدينا يعني استراتيجية واضحة نتعامل مع مثلا الطفل من 6 سنوات إلى 9 سنوات، بعدين من 10 إلى 13، بعدين من 14 إلى 17، بالإضافة إلى الكبار فيما بعد. يعني الاتحاد لديه يعني رؤية واضحة وثاقبة بحيث أن تخدم جميع الشرائح الموجودة في المجتمعات العربية بشكل أشمل. كلنا ثقة في رؤيتكم. بالعكس أستاذ يوسف، كلمة توجهها إلى الشباب، عموم الشباب، بحكم أن احنا حاليا حاملين عاتق الأمانة العامة ورئاسة الاتحاد. أنا أقول ولله الحمد إحنا يعني في قطر نعتبر يعني بلد نموذجي على مستوى الوطن العربي إن لم يكن على مستوى العالم، وطبعا أنا شهادتي مجروحة لأن الآن معظم الدول الأعضاء حقيقة يحاولون دائما يعني يقتبسون من أفكار قطر، خاصة أن قطر ولله الحمد يعني شاركت في، يعني أقصد متطوعينها شاركوا في جميع الفعاليات الموجودة، سواء المؤتمرات سواء الفعاليات سواء رياضية سياسية اقتصادية ثقافية أيا كان نوع الأنشطة هذه، وهذا أعطى خبرة كبيرة للمتطوعين عندنا سواء خبرة أكاديمية أو ميدانية في آن واحد. أنا أقول إحنا ولله الحمد في قطر نجحنا في نشر ثقافة العمل التطوعي، شبابنا ولله الحمد لديهم نظرة التفاؤلية دائما في أي عمل تطوعي، اليوم اللي طلبنا متطوعين لنشاط يعني
طلبنا 100 نحصل حوالي يمكن 200 احتياطي يبون يدخلون في هذا النشاط. يعني معنى هذا أن فعلا نجحنا في استقطاب المتطوعين لدى، لكن الآن عندنا تحدي أكبر هو كيف نقدر نسخر إمكانية المتطوعين الباقين. يعني أحيانا إحنا عندنا الآن عبي يقول لك متطوع يا أخي أنا أحاول أشارك كنت ما تعطيني الفرصة أني أشارك. معنى هذا أننا فعلا نجحنا في نشر هذه الثقافة. أقول كلنا إن شاء الله نضع هدف أمامنا هو اسم دولة قطر لأي عمل نقوم به عمل تطوعي، لأن العمل التطوعي الآن يقاس على مستوى العالم. يعني الدول المتحضرة هي اللي فيها أعمال تطوعية، ولله الحمد قطر تعتبر من الدول المتحضرة والمتقدمة في آن واحد خاصة في مجال العمل التطوعي وما أدراك في الأنشطة الأخرى الباقية. أكيد بلا شك. شكرا لك أستاذ يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي على هذه المعلومات، ونتمنى لكم كل التوفيق في رئاسة الاتحاد العربي للعمل التطوعي. إذن اتحاد تأسس من قطر وعاد الآن إلى قطر، وعادت الأمانة أيضا مقر الأمانة في قطر. كنا معاكم من برج وزارة الثقافة والرياضة من خلال مؤتمر إعلان قطر رئيسا للاتحاد العربي للعمل التطوعي. نعود لكم في الاستديو. كل الشكر لك أخي عمر الجميلي على هذه الجهود، ودائما ثقافة العمل التطوعي عندنا في دولة قطر في انتشار وفي توسع، وهذا شيء إيجابي وبالفعل نشهد له بالخير. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معاكم حلقتنا من برنامج في الضحى. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج في الضحى. مشاهدينا دائما نتكلم ان مراسل برنامج في الضحى المذيع التقارير التي تقام هي عيون المشاهد في مختلف الفعاليات التي تقام في الدوله في مختلف الوزارات والجهات الحكوميه. دائما نحاول ان احنا نعيشكم الجو مشاهدينا الكرام، وايضا نسلط الضوء دائما على الفعاليات التي تقام وهذه الامور. فرح ننتقل مره اخرى من سيدي برنامج في الضحى، هذه المره الى زميلنا عمر مظفر المتواجد في وزاره البلديه والبيئه. صباح الخير زميلي عمر. صباح النور والعافيه اخوي سلمان، تحيه معطره لك وتحيه مشابهه الى جميع مشاهدين شاشه تلفزيون قطر. مشاهدينا صبحكم الله بالخير، متواجدين مثل ما ذكر اخونا سلمان في وحده الدوحه البحريه للحديث عن انطلاق موسم التخييم لهذه السنه، ويسرنا جدا في هذا الصباح ان يكون معنا اخونا راشد عوجان، نرحب فيه وايضا ناخذ منه معلومات عن انطلاق موسم التخييم لهذه السنه. مرحبا وسهلا فيك اخوي راشد. اهلا وسهلا فيكم في وحده الدوحه البحريه. الله يحييك اخوي راشد. تكلمنا بداية عن طبيعة عملكم في وحدة الدوحة البحرية. طبيعة عملنا في الدوحة البحرية اللي هي مراقبة الشعاب المرجانية ومراقبة الصيادين. نعم. وموسم التخييم نكون احنا موجودين في موسم التخييم عشان نصدر لهم التراخيص. نعم اخوي راشد، تكلمنا اهم ما يتعلق بموسم التخييم لهذه السنة. الحين مثل ما احنا نعرف ان في تخييم بري وفي بحري، ايش الفرق بينهم؟ احنا المخيمات البحرية اللي هي تعتمد البحرية اللي هي على الشواطئ. نعم. والبرية اللي هي تكون داخل البر. نعم. هل في قوانين مختلفة يعني للي يبون يخيمون على البحر، يعني تختلف عن اللي يقدمون على تراخيص للتخييم في البر؟ كلها نفس الترا نفس الشروط ونفس المواضيع، ما فيها اختلاف. نعم. شنو الأشياء اللي تطلبونها من اللي يتقدم للتسجيل للتخييم؟ أول شيء شروط الأعمار، وفي نفس الوقت يتقدم اللي يبي يشارك. نعم. في التخييم بطاقته الشخصية، ويحجز الموقع يدفع التأمين في نفس الوقت. نعم. شنو أهم الأمور اللي تنصحون فيها أخواننا اللي حابين أنهم يخيمون على البحر أخوي راشد بينهم يتجنبونها أثناء موسم يعني التخييم، أو الأمور اللي قد تعرضهم يعني إلى مثلا مخالفات أو مساءلات؟ أهم شيء المواقع تكون نظيفة. نعم. عدم رمي المخلفات، لأنه موجود في كل منطقة اللي هي المناطق الشاطئية في حاويات لرمي القمامة وكل حاجة. نعم. أخوي راشد، هل يتم إختار يعني الجمهور بالأماكن المسموح التخييم فيها، أو هل جميع المواقع في قطر مسموح التخييم فيها؟ المواقع اللي إحنا موجودة عندنا اللي هي المواقع البحرية. نعم.
هذا اللي احنا عندنا فكرة عنها، لكن المواقع البرية هم الجماعة القسم البري هو اللي يختص فيها. نعم. طيب ايش الاماكن اخوي راشد، نوضح للمشاهد ايضا للناس اللي حابين يخيمون هذه السنة، ايش الاماكن يعني اللي مش مسموح ان الاشخاص يخيمون فيها؟ احنا ما عندنا مناطق مش مسموح فيها، كل المناطق مسموح فيها. عندنا احنا المناطق البحرية اللي هي تبتدي من الشمال، من راس الشمال اللي هي من الروي، من راس الشمال لغاية خور العديد. نعم. طيب تكلمنا الآن عن حالة يعني عملكم أثناء التجوال في البحر، إيش المناطق اللي أنتم يعني حريصين على التجوال فيها وتحرصون أيضا على سلامتها وسلامة البيئة فيها؟ احنا تجوالنا في البحر في الدوريات البحرية اللي هي مراقبة الصيادين ومراقبة الشعاب المرجانية على أساس أن ما حد يقترب منها. وتكلمنا أيضا أخوي راشد عن يعني المناطق اللي مش مسموح الصيد فيها أيضا، عشان يعني إخواننا اللي من هواة الصيد ومن هواة رواد البحر أيضا يكون لهم فكرة عن هذا الجانب. يعتمد، إحنا نتكلم عن المناطق اللي فيها الجزر وفيها المنشآت، والمناطق اللي فيها المنشآت الحكومية مثل المصانع ومثل الجزر لازم يبعد عنها من 300 إلى 500 متر. وايضا الامور اللي بيتجنبها ان شاء الله اخواننا اللي بيخيمون هذه السنه، تنصحهم نصيحه اخوي راشد؟ نصيحه انهم لا يعرضون نفسهم الى يقربون المولدات الكهرباء عندهم والتمديدات الخاطئه. نعم. نحذرهم من هذا ان شاء الله، ما في اي مشكله ان شاء الله عليهم. وفي النهايه اكيد اخوي راشد عملكم دائما يصب في مصلحه وسلامه المواطن وايضا سلامه البيئه البحريه في دوله قطر ان شاء الله، واحنا نتمنى لهم كل خير وموسم ان شاء الله يعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر لك اخوي راشد عوجان على المعلومات اللي تفضلت فيها، والله يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه والعافيه. اذا مشاهدينا كنا في نقل مباشر معاكم من وحده الدوحه البحريه، واطلعنا على اهم الامور اللي تتعلق في التخييم لهذه السنه، وايضا عن طبيعه عملهم في وزاره البيئه في المحافظه على بيئتنا البحريه في دوله قطر. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونرجع الى الزملاء في الاستديو. كل الشكر لك أخوي عمر مظفر على هذا النقل. ومشاهدينا الكرام، راح نطلع بعيد عن موضوع التخييم، راح نشوف معاكم هذا التقرير عن بداية موسم التخييم، ونرجع لكم مرة أخرى في برنامج في الضحى. حركة دؤوبة للمركبات باتجاه البر والمناطق الساحلية استعداداً لموسم التخييم، الموعد الذي ينتظره بلهفة وترقب المولعون بالطبيعة والمغرمون بقضاء أوقات هادئة في رحابها والاستئناس بأجوائها. خلال جولة في محيط سيلاين التي تعتبر من أشهر المناطق التي تجتذب المخيمين، يتواصل توافد العشرات من الشباب، وبعضهم يحرص بنفسه على تحضير موقعه وتجهيز مخيمه ليكون محطة راحة طيل موسم التخييم. مخيمات تم نصبها منذ الساعات الفجر الأولى، وآخرون ينهون استعداداتهم في مواقع اعتادها بعضهم منذ سنوات وألف محيطها، فالتخييم يعني لهم استعادهم لعاداتهم وتقاليدهم التليدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. مثل ما قال التقرير، دائما نحاول ان احنا نكون نترك المكان اللي راح نخيم فيه افضل من مكان عليه، سواء خيمها في بر ولا في بحر. هذه بلدنا، لازم نحافظ على النظافه العامه، لازم نحافظ على امن واستقرار هذا البلد بشكل عام. نحاول ان تخييمنا يكون تخييم ايجابي، نبتعد كل البعد عن الامور التي قد تسبب مخالفات وقد تسبب ضرر بالنسبه لنا وايضا للبيئه القطريه. تقدرون تشوفون كل التعليمات موجوده على موقع وزاره البلديه والبيئه، وايضا التسجيل الإلكتروني اللي كان افتتاح يوم أمس وموجود على موقع وزارة البلدية والبيئة. مشاهدينا الكرام، حملة الفرقان للحج والعمرة اعتدنا عليها في كل عام، دائما تقيم حفل أو حفل تكريم أو ملتقى تخرج بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام اللي كانوا معاهم في الحملة. كاميرا برنامج في الضحى كانت موجودة هناك وعدت لنا هذا التقرير، راح نشوفه وياكم مشاهدينا الكرام.
طبعا تأسست حملة الفرقان عام 1991 طبعا بعدد بسيط من الحجاج آنذاك، والحمد لله اليوم تتكلم عن عدد الحجاج وصل 300 حاج هذه السنة لله الحمد. اليوم عندنا الحفل السنوي الختامي لموسم الحج هذا العام. دائما اعتادت حملة الفرقان على إقامة مثل هذه الاحتفالات حتى تجتمع مع الحجاج بعد موسم الحج لزيادة الروابط بيننا وبينهم، والحمد لله يعني دائما احنا ما نرى ان يكون هناك صدى ايجابي لمثل هذه الاحتفالات. احنا حريصين جدا على نقدم خدماتنا للحجاج سواء قبل موسم الحج او خلال الموسم او بعد الموسم، كذلك نبقى على علاقة طيبة معهم. طبعا هناك لله الحمد الكثير من الجهات الداعمة مثل تلفزيون قطر، قناة الريان، مؤسسة راف، عيد الخيرية، وكثير من الجهات، حقيقة نشكرهم على دعمهم لحملة الفرقان لهذا العام، ونتمنى حقيقة أن تكون هناك علاقة دائمة وطيبة مستمرة معهم في هذا الجانب. تعودنا دائما طرح مشاريع خيرية في خلال موسم الحج، لله الحمد السنة هذه عندنا ثلاث مشاريع، أكاديمية في موريتانيا والمجلس الإسلامي في سويسرا، بالإضافة إلى دور أيتام. لله الحمد لقد قبال كبير من قبل الحجاج وحرصهم على عمل الخير. هذا العمل حقا غرار على ما يحدث في السنوات السابقة، يعني عندنا في السنوات السابقة دور الأيتام في تعز، بالإضافة إلى مشاريع ومساجد في موريتانيا وحفر آبار، حقا دائما نعرضها إحنا في نهاية في الحفل السنوي اللي نعمله مثل اليوم حتى يروا الحجاج ثمار عطائهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ويكتب هذا العمل صدقة جارية بإذن الله تعالى. مشاعر جميلة مشاهدي الكرام شفناها في هذا التقرير. دائما الحجاج حتى وان رجعوا من الحج ربما راحوا هناك الحج كانوا في حملة واحدة، كل واحد ما يعرف الثاني، لكن لما يرجعون تكون بينهم علاقات، خصوصا ان كلهم من نفس الديانة، كلهم من نفس ايضا العادات والتقاليد من دولة قطر، كلهم خارجين الى بيت الله الحرام، دائما فيهم مودة ومحبة بينهم وترابط ايضا. والبادرة الجميلة تقيم حملة الفرقان للحج والعمرة في تجميع هؤلاء الحجاج وعرض مشاريع الحملة عليهم، هذا شيء بالفعل جميل. الله يرزق مشاهدينا الكرام كلهم حجاج بيت الله الحرام إن شاء الله، ويرزق كل من لم يستطيع الذهاب إلى هذا البيت العتيق. مشاهدينا الكرام، دولة قطر دائما حاضنة لجميع الفعاليات في جميع الأمور وجميع المجالات. ممكن هذا الموضوع راح يخص السيدات اللي يهتمون بالموضة المخصصة في الجانب العربي، فكانت موجودة كاميرا برنامج فيض ضحف في معرض هي للأزياء العربية. راح نشوف هذا التقرير عن معرض هي ونرجع لكم إن شاء الله في حلقة اليوم من برنامج فيض ضحف. يعد معرض هي من أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وقد تم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليستقطب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات مثل عروض الأزياء وورش العمل ومنتديات الموضة، حيث يشكل معرض هي جزء من التزام الهيئة العامة للسياحة لتوفير فعاليات خاصة بسياحة الأعمال والتي تساعد المبدعين ورواد الأعمال على توسيع نشاطهم، إضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة للأعمال. ومن المقرر عقد المعرض في الفترة من 26 إلى 30 من أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
مشاهدينا وصلنا إلى آخر فقرات حلقة اليوم من برنامج في الضحى، وهذه الفقرة راح تهم بشكل أساسي الأمهات اللي عندهم عيال في المدارس وأيضا أولياء الأمور بشكل عام. أطفالنا يقضون معظم يومهم في المدرسة، هالوقت أكيد يحتاجون أن يحصلون قدر كافي من الطعام اللي يمنحهم الطاقة ومواد غذائية أيضا تلزم لنمو الطفل، نمو سليم صحي بعيد كل البعد عن هذه الأمور الأخرى اللي كلنا نعرفها وخصوصا الأمهات يعرفونها. راح نعرف أكثر عن أفضل أطعمة حق الطفل في يومه الدراسي مع أخصائية التغذية سيدة ندى الشمري. سعداء بتواجدك معنا مرة أخرى في برنامج في الضحى. أهلين سلمان، شو أخبارك؟ صباح الخير. صباح النور. في البداية، شن هي أهم الوجبات اللي لازم الأم تجهزها بالنسبة لأطفالهم في يومهم الدراسي؟ طبعاً هو إذا تكلمنا عن النظام الغذائي الصحي سلمان، هو عن عبارة 5 وجبات في اليوم. عندنا الريوق، الوجبة الخفيفة اللي هي السناك، الغداء وجبة خفيفة، والعشاء بالضبط. طبعاً أحنا نفضل أن الطفل يتريق في البيت ويأخذ معاه للمدرسة الوجبة الخفيفة. طبعاً إذا مثلا الطفل ما يشتهي من صباح الخير، وإذا الطفل ما عنده وقت يأكل الوجبة الفطور في البيت، لازم الأمهات أو اللي قاعد يجهزون الوجبة حق الأطفال يجهزونها بطريقة متكاملة. ولما أتكلم عن الوجبة المتكاملة هي عن عبارة النوع من الأكل من 6 مجموعات الغذائية اللي هم الخضروات، الفواكه، الحبوب والخضروات النشوية، الحليب ومنتجاته، عندنا الدياي السمج واللحم وبدائلها بالضبط. فإذا تكلمنا عن وجبة اللي يأخذونها معهم الأطفال للمدرسة، لازم تكون تكملة من هال6 مجموعات. جميل. شلون يعني الأم في البيت تقدر تجهز هذه الوجبة لأطفالها اللي تحتوي على هذه المجموعات الغذائية المتنوعة؟ أوكي، إذا كذي خلنا نتكلم عن 3 أمثلة اللي أنا مجهزت لكم إياهم. أول واحدة عندنا مثلا الموز، الروب، عندي سندويتشة من الخبز الأسمر وداخلها حاطة خس دياي وطماط، وممكن مثلا إذا الطفل يحب مثلا اللبنة أو ممكن يضيفوا له زيت زيتون، وطبعا الفلفل الأحمر البارد والفلفل الأصفر. هي إذا تكلمنا عن الصحن سلمان، لازم الصحن يكون شلون شكله، نصه خضروات وفواكه والنص الثاني المجموعات الثانية بالضبط. فإذا تلاحظ هني أنا شاملة شنو؟ تقريباً 6 مجموعات. أيوة. ضايفة معاه العصير الطازج طبعاً طازج. بالضبط. إيه. وممكن تلاقونهم في الجمعيات، وبنفس الوقت ممكن تجهزونهم من البيت وتحطهم البطولة الصغار قبل بيوم ينحط في الثلاجة. ثاني هذه المجموعة الثانية. أيوة. هني حاطة أنا الخبز أسمر. أيوة. زين، وقسمتها ب4 قطع وحاطة فيه لبن، حاطة طبعاً فواكه، طبعاً الأم أو حسب شنو يحب الطفل يحب. أيوة. زين، حاطة هني قطعتين الجرنولا مثل كسناك أو كسويت. أيوة. حاطة الخيار مع الحمص شوية تبولة. لاحظ في هذه المجموعة ممكن تركيز أكثر على الخيار والتبولة وهذه الأمور. أيه. أكثر من الخضر من الفواكه. مثل ما قلت، أنا أشوف هو أصعب شيء إن الطفل يتناول الخضروات عن الفواكه. أيوة. بالضبط. فعشان كذي إذا الأم أو اللي قاعد يجهز الوجبة ممكن يضيف الخضروات بطريقة جديدة، أو مثلاً يحط الخيار في السندويتش نفسه. أيوة. رح نتأكد أن الطفل يتناول من كم؟ من 3 إلى 5 حصص من الخضروات في اليوم. وفيها فائدة كبيرة بالنسبة للأطفال. أكيد طبعاً. أيوة. يعني إذا قاعد نتكلم عن إذا الطفل نوع من 6 مجموعات الغذائية، رح يقلل من فرص النقص من الفيتامينات والمعادن، وطبعاً هذا رح يقلل فرص الأمراض. وشن يسوي فذلك الطفل؟ رح يقلل من الأيام اللي يغيبها من المدرسة ويساعد على أداء الأكاديمي. أكيد. إذن هذه عملية متكاملة، صحة الطفل بوجبات الغذائية ممكن صحة بالنسبة له أيضا، تقوي مناعته، تقوي كطفل أيضا، ممكن يساعده في التفوق في التحصيل الدراسي. لاحظ أيضا في حليب موجود في هذه المجموعة. عندنا الحليب الأبيض وعندنا الحليب الشوكولات. فآخر وجبة قبل أن نتكلم عن الحليب، هنا أنا حاطة بس خيار مع الروب، حاطة 3 تمرات
فواكه، نص خبز أزمر مع بيضتين، جبن وشوية كراكرز. أتوقع الأطفال بيحبونها هذه أكثر واحدة. صحيح. فأنت يبطاري الحليب. أيوة. شو الفرق بين الشوكولات والحليب العادي الأبيض؟ أكيد. في وايد ناس ماخذين الفكرة إن الحليب لازم بس يكون الحليب العادي. الحليب بشكل عام صحي. ليش؟ لأن الأطفال عندهم صعوبة يتناولون كمية البروتين، الكالسيوم والفيتامين د اللي يحتاجونه في اليوم. فإذا الطفل ما يتقبل إلا الحليب الشوكولات، نصيحتي إنه ما تمنعونه من هالحليب، لأن أصلاً في نسبة ممتازة من البروتين، الكالسيوم والفيتامين د. وإذا قارنت الاثنين، الحليب الشوكولات في نسبة أعلى من البروتين والكالسيوم. بس طبعاً انتبهوا إن نسبة السعرات الحرارية في الحليب الشوكولات والسكر أكثر، لأنه بالنكهة الشوكولات. لأنه في شوكولات. بالضبط. إيش رأيك في بعض أولياء الأمور اللي ممكن أطفالهم يودون معهم مشروبات غازية للمدرسة؟ شوف، تكلمنا عن الأكل اللي موجود في المدارس، أو الأكل اللي موجود في المقاصف في المدارس. المسؤولة عن المقاصف هي لجنة المقاصف. من تحت وزارة التعليم والتعليم العالي، وطبعاً وزارة الصحة العامة من ضمن هاللجنة. هاللجنة حطوا مواصفات معينة عن الأكل اللي ينباع في المدارس، وطبعاً المشروبات الغازية ممنوع. فهالأكل راجعوا لأخصائي التغذية من وزارة الصحة العامة، وهم من الأخصائي التغذية من جمعية القطرية للسكري. ومن ضمن هاللجنة في متابعة عن تطبيق هالمواصفات في المدارس المستغلة. حلو. زين، لو نتكلم عن التنويع، نرجع نتكلم عن تنويع الوجبات الغذائية أو حتى المجموعات الغذائية بالنسبة للطفل. هل أنا كل يوم عندي 6 مجموعات غذائية مثل ما ذكرتي، أنا وعلى بنفس الأكل، ولا أحاول أني كل يوم يكون نوع ثاني؟ يعني مثلا اليوم ركزت على الخضرة أكثر، يوم ثاني أركز على الفواكه وهالأمور، ولا أثبت على شيء واحد؟ شوف، إحنا ما ننصح أن مثلا تركز على مجموعة واحدة يوم واحد، أو ثاني يوم مثلا قلت والله أنا أمس كليت 3-4 حصص من الفواكه، فاليوم مو لازم أكل. لا، إحنا قاعد نتكلم عن اليوم. اليوم كامل مفروض يكون متنوع من الست المجموعات الغذائية اللي شايفينهم هني. وطبعاً أكثر شيء اللي إحنا نحاول نركز فيه هو الخضروات والفواكه، وبعدين من ضمنهم الحليب ومنتجاته والمجموعات الغذائية الثانية. حلو. هذه بالنسبة للوجبة اللي الأم تودي هذه الوجبة مع طفلها بالمدرسة. هل هذه الوجبة ممكن تكفي عن الأكل اللي موجود في المقاصف؟ شوف، هو الأهالي مهما عندهم اختيارين، ممكن يجهزون الوجبة الطفل يأخذه معه من المدرسة، وهم ممكن شنو يشتري الأكل من المقاصف. يرجع للأهالي، لازم الأهالي يعلمون عيالهم عن أهمية هالوجبة، وشلون ينقون أو يختارون ويقدرون هم بنفسهم إذا خذوا الوجبة معهم من البيت، أو إذا اشتروا من المقاصف. لازم يعرفون شلون يختارون الأكل الصحي، وشلون ممكن يخلون الصحن يكون شامل لست مجموعات. ست مجموعات الغذائية يكون في تنويع مثل ما ذكرنا. يعني بنحاول 6، إذا قدرت 4-5 يعني الواحد قدر المستطاع يحاول إنه يوصل. أنا ملاحظ في غرشة ماي. هل هذه مهمة بالنسبة لكل كل وقت تواجد فيه في الطلاب في المدرسة، إن مع كل وجبات الغذائية مع كل المجموعات اللي تحدثنا عنها غرشة الماء تكون موجودة؟ طبعاً أكيد. أنا يعني قاعد أعطي أنواع المشروبات، بس طبعاً نرجع ونقول إن الماء من أهم مشروبات. طبعاً معروف. أنا ليش حطيته؟ إذا تلاحظ سلمان، الماء مفرزن صح؟ أيوة. نصيحة ثانية بتكلم عنها هي عن سلامة الغذاء. وليش أنا حاطة هالغرشة الماء؟ إذا لازم الأهالي يعلمون عيالهم إنه حتى مو بس الغذاء المهم أو الأكل اللي متقدم المهم، حتى سلامة الغذاء مهمة. فطبعاً الأكل اللي مفروض يكون يعني يتقدم بطريقة باردة، المفروض شنو نحط في اللانش بوكس نفسه أو اللانش باك، نحط إذا غرشة ماي باردة، غير عن الغرشة الماي اللي الطفل راح يشربه، أو اللي يسمونه مثل الآيس باك. أيوة. عشان الفترة اللي الطفل موجود في المدرسة الأكل يتم شنو بارد، محفوظ في مكان بالضبط. ومحفوظ في درجة الحرارة الصحي إلى. وهل في مقدار معين بالنسبة لغراش الماء إنه يشربها الطفل أثناء تواجده في المدرسة؟ لأن فترة نوعا ما طويلة، من مثلا 7 الصبح خلنا نفترض إلى ساعة الواحدة، كم غرشة ماء أو كم لتر من الماء لازم يشرب الطفل أثناء تواجده؟ هو المدرسة، الطفل حسب العمر، إذا قاعد نتكلم عن الأطفال من خلينا نقول 5 إلى 12، المفروض يشربون من 5 إلى 7
اكواب ماء في اليوم. طبعا كل ما الطفل يكبر كل ما يزيد نسبة الماء يحتاج اكثر بالضبط. فاذا قاعد نتكلم عن فوق ال 12 سنة هني الطفل يحتاج من لترين ونص الى 3 لترات ماء في اليوم، فيحاول قد ما يقدر انه يكثر من الماء في المدرسة وهم لما يرجع للبيت. جميل. انا مثلا كولي امر الامهات اللي ممكن يشاهدون الان عبر برنامج فيضحى، شلون احدد بالنسبة لابني شنو يشتري من المقصف؟ خلينا نفترض ان انا اليوم مثلا ما قدرت اجهز لابني الوجبة الغذائية لظرف ما، شلون احدد ولدي شنو يشتري من المقصف على اساس انه احافظ على التنوع اللي احنا ذكرناه في البداية؟ الطريقة الوحيدة ان لما مثلا تروحون تسوقون حق الاكل او تروحون للجمعية اخذوا الاطفال معاكم، اخذوا عيالكم معاكم، خلي يشوفون بنفسهم الاكل، علموهم مثلا الفرق بين الخبز الابيض والخبز الاسمر، ان الخبز الابيض بسرعه ينهضم في الجسم يخلي نسبه السكر في الدم ترتفع بسرعه غير صحيه، ولان الخبز الابيض ما في الياف طبعا هذا راح ياثر على الجهاز الهضمي. فلازم مثلا اعتبروا حتى لما يروحون الجمعيه طريقة ممكن يعطونهم نصايح عن الأكل، ممكن يساعدونكم يجهزون الأكل معاكم في البيت، وبنفس الوقت حتى لو مثلاً ما في وقت حق الأم أن تجهز الوجبة مع من البيت، إن الطفل بنفسه راح يتذكر المعلومات اللي قالت له أمه في الجمعية أو في البيت. جميل. وبالنسبة للطفل أنه يكون متواجد معي في الجمعية في اختيار هذه، أنا أشوف أن هاي فكرة بالفعل فكرة جميلة، لكن شلون أقدر أفهمه أن إحنا تكلمنا عن الخبز الأبيض على سبيل المثال والخبز الأسمر، لكن إذا إحنا نبي نركز لموضوع المجموعات الغذائية شلون أقدر أشرح له في جانب التسوق أيضا؟ أول شيء نبدأ أن خلي الطفل يعرف أنه فيه 6 أنواع. أيوة. 6 مجموعات غذائية. إنزين نبه حق الأطفال شنو هم الست مجموعات، وبعدين من ضمن هالست مجموعات شنو أنواع الأكل. مثلا الطفل بنفسه راح يعرف أنه مثلا الخضروات راح يعرف، يعني مهما كان العمر راح يعرف يقول مثلا اي شيء اخضر هذا من ضمن المجموعه الخضروات او من الفواكه، يعني هو بنفسه حتى لو ما عرف راح يسال، هو بنفسه حتى لو ما عرف راح يحاول ينقي الشيء الصحي. فالطريقه الوحيده انه مثلا ما تقدرون تقولون حق الطفل لا تاكلون هالشغله، لازم تشرحوا لهم ليش، ان الاكل غير صحي راح يسبب عليكم الوزن الزايد، راح يسبب الكسل، ممكن ما راح تقدرون تلعبون حصه الرياضه، وايد اشياء. خلينا نكلمهم في الجانب اللي هم يحبونه بالفعل عشان ان بين لهم اهميه هذا الشيء، ولكن اذا يلا بنتكلم عن مواضيع اخرى مثل على سبيل المثال بعض الامهات من نقدر نقول اهتمامهم الزايد بابنائهم هم يودون معاهم حلويات زيادة، أشياء فيها سكريات عالية، أنواع الشوكولا، أنواع الحلويات اللي فيها سكريات، هذه بشكل أو بآخر لما يعتمد عليها الطفل، أكيد أنت كأخصائية تغذية تعرفي في هذا المجال أكثر مني، لما يعتمد عليها الطفل ويركز عليها ويبتعد كل البعد عن الخضروات والفواكه هذه الأمور اللي فيها الصحة راح تأثر عليه بشكل سلبي. أكيد. فشلون أنا أفهم أبنائي كلهم يحبون هذه الأمور، كلنا يمكن صغار نحب هذه الأمور، شلون أفهمهم أن هذه ممكن يتناولها الطفل ولكن لازم نركز على الامور الثانيه بعد. اوكي، شوف انا اذا تكلمنا على المدارس سلمان، هو مثل ما قلت لجنه المقاصف من ضمن الشروط اللي حاطينهم على المقاصف ترى نفس الشيء يطبق على الاكل اللي قاعد يجيبون اليهال من البيت. من البيت. أيوة. فطبعا اذا قاعد نتكلم عن المشروبات الغازيه، الحلويات ممنوع. فاحنا بهالناحيه ان مرتاحين مسيطرين على الوضع اللي في المقاصف او الاكل اللي موجود في المدارس. طبعا هذا ما ياثر ان الطفل لما يطلع من المدرسه انه راح يخربط او انه راح ياكل الاكل الغير صحي، بالذات الطفل اللي ما مثلا يجيب معاه وجبه الفطور او وجبه الخفيفه للمدرسه او ما ياكل شيء من المقاصف نفسها. ليش؟ هني الطفل نسبه السكر في الدم راح تنزل اقل من طبيعي، راح يحس في الجوع، ونما اي جسم اي انسان يحس في الجوع يبدا يشتهي اشياء الغير صحيه، الاشياء اللي فيها نسبه عاليه من الدهون، السكر والسعرات الحراريه. ليش؟ لان احنا عارفين ان هالانواع الاكل راح تعطينا الطاقه. صح. فاذا الطفل استمر وماشي على
النظام الغذائي اللي قلنا الخمس وجبات ويتناول وجبته الفطور أو الوجبة الخفيفة في المدرسة، احتمال كبير راح يقلل الفرص أنه ممكن يخربط أو يتناول الأكل الغير صحي برا المدرسة. جميل، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له وأنه يبتعد كل البعد عن الأكل الغير صحي. أكيد مسموح له مرة في اليوم على سبيل المثال في المناسبات وهذه الأمور، ولكن بالطبع. نحاول مشاهدينا الكرام أن أطفالنا أمانة، يعني احنا نشاهد شيء يحزننا لما نشوف السكري من أعمار صغيرة، أكيد. لما نشوف السمنة، السمنة الضغط، حتى أيوة. أمراض القلب، يعني في وايد أشياء منتشرة وكلها يرجع على النظام الغذائي. بعض عيالنا لما يرجعون مدرسة معاهم شنطة الأكل وتكون بعد الأكل موجود، صح؟ أيوة، الأكل لحين موجود، فهذا يدل إذا دل على شيء، يا يعني أن الأكل ما عجبه أو أن أكل شيء ثاني ممكن عجبه بشكل آخر بالنسبة للمقصف. أنا كولية أمر كولي أمر في البيت، شو اللي لازم أسويه؟ هني لازم تحببون الأطفال على هالوجبة. أول شيء سألوهم ليش ما كلوه، هل هم كلوا شيء؟ إذا كلوا شيء في المقاصف زين، سألوهم شنو الماكلين. هو أهم شيء مهما كان أن الياهل يغذي جسمه عشان يقدر يركز، يقدر يتقبل أو يستوعب المعلومات الجديدة في الصف. إذا الطفل مثلاً قال أنا مو عجبني هالأكل، هني أرجع وأقول اخذوهم معاكم للجمعية، خلي الطفل بنفسه ينقي الأكل، ومو بس خلي الطفل هم يساعد على تجهيز الأكل في المطبخ. هني بنفس اللحظة ممكن الأم أو الأب أو الإخوان يعطون الطفل النصائح، مثلاً البرتقال في نسبة عالية من الفيتامين سي، والفيتامين سي شنو مفواده، يعني بطريقة إنه مو إن الطفل قاعد يحس إنه إجباري لازم أكل هالشيء، لا، هذا الشيء صحي فأنا المفروض أختار بنفسي. صحيح، جانب أن نعلم الأطفال، يعني إحنا لو نتكلم نقول عيالنا يروحون المدارس يقومون لنفترض 6 الصبح، هذه الوجبات لما إحنا نعدها في البيت، السندويتشات، البيض، الروب، هذه الأمور تنصحين لنا قبلها بكم من ساعة يتم تجهيزها، يوم قبل ولا بساعات قليلة قبل؟ أنا صراحة كل شيء مجهزته قبل بيوم، وشكله يعني يشهي صراحة. إيه، فبهالناحية الأكل ممكن يتجهز قبل بيوم. في أشياء ما أنصح لأنه بيتغير الطعم، مثلاً إذا الطفل يحب، الطريقة الوحيدة اللي ممكن يتقبل الفواكه هو في العصير، مثلاً السموذي، هني أنا أنصح تسوونه نفس الوقت الصبح. ليش؟ لأن إذا سووه قبل بيوم راح يتغير الطعم، فهذا الصراحة حسب الأكلة نفسها، بس أغلب الأكلات ممكن تتجهز قبل بيوم. وأنصح الأمهات إن يجهزون مثل المنيو، يسوونه كامل من بداية الأسبوع عشان مو لازم يفكرون مثلاً أو إيش راح أسوي باكر، يكون جاهز من يوم الأحد لين يوم الخميس. وأهم شيء تنوعون، لا تطرشون نفس الوجبة مع الطفل. صحيح. الطفل بنفسه راح يمل، إذا إحنا الكبار نمل. إيه، وشلون الأطفال؟ ولما نتكلم عن أطفال أكيد الأطفال، مثلاً أنا لما أروح ومعاي هالأكل اللي فيه نسبة من الصحة، يعني معاي 6 مجموعات غذائية معاي أنا في شنطة الأكل، لكن أشوف زميلي في المدرسة، أشوف زميلتي على سبيل المثال معاها شوكولا، معاها حلويات، معاها هذه الأمور، أكيد كطفل طبيعة الأطفال يحبون أن يكون عندهم كل شيء. فأنا كولية أمر إذا طلب مني الطفل أن يصطحب معاه شوكولات، الشيبس، هذه الأمور، هل أقلل من الوجبات الغذائية الصحية اللي أنا حاطها، ولا أحاول بشكل أو بآخر أني أبعده عن هذه الأمور؟ شوف، يعني مثل جسمنا يحتاج للسكر، فطبعا ما اقول امنعوا الطالب من هالاشياء. فرضا تقدرون تعلمون الطفل ان هالاكل صحي، بس اوكي اذا انت مشتهي مثلا شيء فيه شويه حلا، مثلا هذا يعتبر مثل التريت، راح اليوم راح اعطيك مثلا الحليب بنكهه الشوكليت غير الحليب العادي. في طريقه ثانيه ممكن تحطون قطعتين صغار من الشوكليت في مثلا المكسرات او مع التمر، يعني في طريقه انه ممكن الاهالي يعلمون الاطفال. وبنفس الوقت ممكن مثلا يقولون حق الطفل اوكي مره في الاسبوع لكم انتوا تقدرون تنقون مثلا الشوكليت او الشيبس، خلوا الطفل يحس ان هاي الشيء مو دائم، هذا الشيء في المناسبات. ليش؟ اول شيء ما راح يكون شيء طبيعي انه يكون من ضمن النظام الغذائي، وبنفس الوقت هو الطفل بنفسه راح يعرف يميز بين الصح والغلط او غير الاكل الصحي والغير صحي، وهو بنفسه كل ما يكبر راح يعرف يختار الأكل الصحي. أكيد. بعض الأطفال ممكن ما يخلص كل أكلة في المدرسة، يعني يتم معاه على سبيل المثال وهو رد البيت في السيارة، إذا كان الطريق طويل، إذا كان في زحمة، يبطل الشنطة ويأكل الأكل وهو في السيارة. أول ما يرجع البيت راح تكون في وجبة الغداء، فهذا الوقت القصير بين هالأكل اللي كلاه في السيارة ووجبة الغداء، هل في ضرر بالنسبة للطفل؟ طبعاً لا، يعني مهما كان هي الأوقات الأكل مهمة، كثر ما الكمية الأكل هم مهمة. إذا الطفل ما
يكمل وجبته او مثلا ما ياكل وجبته ويرجع للبيت، في شيء ممكن يصير، ممكن الطفل يزيد من الاكل او الكميه الاكل على وجبه الغداء، او ممكن ما ياكل من كثر ما يعني خلاص تعود معدته، تعودت على انه ما يكثر من الاكل. ففي حالتين ممكن يتسبب الوزن الزايد او نقص من الوزن، الاثنين غير صحيين. فطبعا اذا الطفل يبي ياكل يعني هو راد للبيت عادي، انزين اذا الطفل حسيته انه قلل من كميه الغداء، كميه الاكل على الغداء، هذا لانه تو ماكل، لا تغصبون الطفل ياكل اكثر مما هو يقدر بالضبط. وبالنسبه احنا لو نرجع ونتكلم عن وجبه الفطور او الريوق مثل ما احنا نسميها، بعض اولياء الامور صارت هذه الوجبه مهمشه بالنسبه لهم في اليوم، للاسف ما يجتمعون على طاوله الفطور وما يطرشون مع عيالهم اكل بعد حق المدرسه، تعتبر هذه الوجبه هامشيه، مع ان مثل ما ذكرنا في فقرات سابقه معك ندى أن هذه الوجبة هي أهم وجبة في اليوم، فشنو الضرر راح ترتب على الأبناء إذا ما كان في وجبة فطور؟ شوف وجبة الفطور من أهم وجبات، ليش؟ لأن أرجع أقول إن هي أول وجبة اللي تنظم نسبة السكر حق باقي اليوم، وهذا أهم شيء. ليش؟ لأن ممكن يصير شيئين، ممكن إحنا نكثر من الأكل أو ما نكثر من الأكل. إذا بخصوص الطفل هذا راح يسبب التعب والكسل، راح يأثر على نفسيته هو الطفل، ما راح يقدر يركز في الصف، ما راح يكون عنده طاقة إنه أصلاً لما يرجع للبيت إنه يكمل دراسته. فالأهالي لازم ينبهون الأطفال إنه أنت ما بس قاعد تأكل، أنت قاعد تغذي جسمه وهم مخك بنفس الوقت. هذا الأكل مو بس قاعد يخليك إنه تكبر وتقوي العظام وصحتك ومناعتك، بنفس الوقت بتساعدك إنك ممكن تركز في الصف. فطبعا هذا كله يرجع على الطريقة اللي الأهالي يعلمون عيالهم عن أهمية وجبة الفطور. أكيد في النهاية أكيد أولياء الأمور وبالأخص الأمهات ينتظرون نصيحة في ختام هذه الفقرة منك أخصائية تغذية بالنسبة بشكل عام بالنسبة لوجبات الغذائية وأيضا الأكل اللي يودونه مع عيالهم للمدرسة، فشنو توجهينها لهم عبر شاشة؟ أقول لهم إن أهم وجبة، فطبعا مثل ما قلنا جهزوها في البيت، او ان علموا الاطفال شلون ممكن ينقون الاكل من المقاصف، نوعوا من الاكل، الطفل يمل، الكبار يملون، فنوعوا من الاكل، سووا لكم جدول انزين عشان تعرفون شنو بالضبط راح تعطون الطفل ثاني يوم، بنفس الوقت علموا الطفل على سلامة الأكل، إنه قبل لا مثلا يمسك الأكل قبل لا يأكل إنه يغسل إيده عدل، إنه يغسل الخضروات والفواكه، وبنفس الوقت قدموا الأكل بطريقة حلوة وإن الطفل ممكن يشتهي يأكل، تفتح نفسيته على الأكل. أخصائية التغذية ندى الشمري ألف شكر لك على تواجدك معنا في برنامج فيض ضحى، بالفعل فقرة فيها فائدة كبيرة، نتمنى أن أولياء الأمور استفادوا بشكل كبير من هذه الفقرة، فكل الشكر لك. إذن مشاهدينا الكرام في ختام هذه الفقرة راح نروح معاكم إلى فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. مشاهدي الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الضحى، نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي للتلفزيون قطر الظاهرة أسفل الشاشة باسم قطر تلفزيون، وأيضا موقعنا الإلكتروني qtv.qa. في الختام نذكركم دائما لا تنسون ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة بكرة من برنامج في الضحى، ومع السلامة.